السلام عليكم، نلتقي في الدرس 17 بعنوان Editing Pipe Networks From Plan، يعني طريقة التعديل على شبكة الصرف الصحي انطلاقا من المخطط. لو نأتي إلى المخطط مثلا، نريد تحويل هذا المنفذ الخاص بنا إلى هذه النقطة. نأتي إلى هذه النقطة، نقوم بتحويل منفذ السيارة إلى هذه النقطة. نلاحظ تم تحويله إضافة إلى امتداد القناة معه. أوكي، مثلا لو نأتي إلى هذا المنفذ، نقوم باختياره، نقوم بسحبه إلى هذه النقطة كذلك. نلاحظ تم تحويله إضافة إلى امتداد القناة به مباشرة. يمكننا كذلك التعديل على زاوية الدوران الخاصة بمنفذ الزيارة، مثلا هكذا إلى غير ذلك. كذلك لو نأتي إلى القناة، نقوم باختيار القناة، نأتي إلى Pipe Properties، نأتي إلى هنا إلى أسفل. نلاحظ أن القطر هو 300 مليمتر. أوكي، نقوم بالتعديل عليها من هذا السهم، نقوم بتغيير إما إلى أسفل أو الأعلى، مثلا إلى أسفل. نأتي إلى Pipe Properties إلى الأسفل، نلاحظ ثم زيادة في قطر القناة. أوكي، نلتقي في الدرس الموالي، والسلام عليكم.